وانا حسيت بانه مشيت وزنت ضغطي لقيته 160 او 170. في ناس متضرر وفي مؤقت يعني ما في ممكن الليله ضغط لكن تاني ما يكون فيه، وفي بيصير معهم دائما واضطروا يواظبوا مع الحبوب. شوفي الضغط ده ما هو عباره عن مرض من امراض الاوعيه او القلب مشتركات مع بعض. 90 ل 95% من اسباب الضغط غير معروفه جات من وين. ففي الليتريتشر والكتب او الناس اللي كتبوا فوقها بيقول لك والله نتيجه للستريس المتواصل. في بعض منا بيقول لك الاستريس ده لانه بتطلع لنا ادرينالين، والادرينالين ده بيؤدي الى ارتفاع الضغط ضمن الحاجات بتاعته. كويس. في بعض الناس بتقول لك نتيجه للتغير في نمط المعيشه، زي انسان بياكل ملح كثير، بيحب الملح كثير او الحاجات زي دي. في دي اسباب يعني كثيره غير معروفه، لكن الاسباب المعروفه بسيطه جدا، تنحصر بين 5 ل 10%. اسباب بتاعت كلى، اسباب بتاعت كبد. كويس. دي كلها بتؤدي لارتفاع في ضغط الدم، لانه حاصله فوق مشكله بتاعت انه عدم يعني الوظائف الفيزيولوجيه بتاعت الكلى والكبد ما شغاله بطريقه بروبر، فعشان كده بتحصل المشاكل زي دي. طيب العوامل خطر الاصابه من العوامل اللي ممكن. والله الاصابه يعني ان احنا الارتفاع بتاع الضغط ممكن يدخل الانسان في مضاعفات. كويس. دخل الإنسان في مضاعفات. أهم مضاعفات الضغط في عدة أعضاء في جسم الإنسان. أولها القلب. يعني ممكن يدخل الإنسان في يعني زبحات صدرية. ده رقم واحد. ممكن يدخل الإنسان